الأول طبعًا. بترحم على كل مبدع الله يرحمه، قدم ودى لمصر، ذوق وأخلاق وفهم للي بيقدموه. يعني سيد فن حجاب، راقي. سيد حجاب الكلام، عمار الشريعي الأستاذ الكبير، حبيبي حبيبي رحمة الله عليه. المسلسل ده عايز أقول لحضرتك أنا سعادتي كانت فيه لا توصف، إن أنا أغني في عمل فيه البرنس صلاح الدين، أحمد مظهر طبعا، عمل فيه أحمد مظهر، حسن فؤاد اللي هو لسه طالع ده بيغني فيه، وماما زوزو، الأستاذ الكبير يحيى الفخراني، فنانة الراحلة دلال عبد العزيز. لا لا أنا كنت محظوظ. هذا العمل عايز أقول لحضرتك فيه قصة صغيرة خالص كده ناس ما تعرفهاش. أرجوك. كان المفروض الأستاذ سيد حجاب كتب كلام مختلف خالص عن اللي أنت سمعته ده. تماما، كتب كلام من كلام بقى سيد حجاب الكبير قوي ده. فراح للأستاذ عمار وبيقدم له الكلام. فطبعا شوف، عايز أقول لحضرتك أنا كنت بشوف السيناريو عند الأستاذ عمار الشريعي، السيناريو قد كده بيتقري له ورقة ورقة عشان يحط الموسيقى، عشان يعيش كل شخصية موجودة. كل شخصية موجودة في العمل. في أرابيسك مثلا، حسن أرابيسك ده ليه مقطوعة موسيقية، توحيدة ليها حتة موسيقية، العجلات دي أم حسن ليها مقطوعة موسيقية. فكان بيتقري له العمل كله. المهم فلما جاب له الكلام سيد أستاذ سيد حجاب، فكلام عظيم عظيم. فالأستاذ عمار قال له يا سيد أنت كاتب كلام عبقري، بس يا سيد البطل عندي اسمه علي، فعايزين نلعب على الاسم ده. شوف أنا بقول الكلام ده عشان كل واحد بيخش يقدم انه يعمل موسيقى تصويريه، شوفوا الاساتذه كانوا بيعملوا ايه. كانوا بيتقري لهم الموضوع كاملا، صح، وكانه هيمثل فيه اكيد، وهو فعلا هو ده. عشان كده الاعمال دي خالده، يعني طبعاً. تعب العمالقه دول كلهم اثر في ان العمل يفضل موجود، ودي حقيقه. احنا بنتكلم في عمل، مش عايزين نكبر نفسنا، بس العمل بقاله سنين طويله. ولكن كانه معمول النهارده. شوف أرابيسك الناس لما بتيجي بتذاع، الناس كل بتقعد تتفرج عليها وتشوفها، شوف الابداع اللي كان حاصل.